تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك فيما يلي نصها. صاحب السمو الملكي العم العزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله ورعاه رئيس مجلس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بخالص الأمنيات، داعيا الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أن يحفظ سموكم ويرعاكم ويحقق لمملكة البحرين الغالية كل تقدم وازدهار، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة على شعب المملكة والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، إنه سميع مجيب. ودمتم سموكم سالمين موفقين، ابنكم سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء هذا لصها. صاحب السمو الملكي الابن العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلقد كان من دواعي سرورنا أن نطلع على برقية سموكم الطيبة المهنئة لنا بحلول شهر رمضان المبارك، وأنه لا يسرنا اغتنام مناسبة هذا الشهر الفضيل لكي نعرب لكم عن شكرنا لمشاعركم النبيلة التي نعتز بها كثيرا، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة وأمثالها عليكم وعلى شعبنا العزيز والأمة العربية والإسلامية بوافر اليمن والخير والبركات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء.